يعني مثل معايا بعيدا عن نيلي خالص، طب لما قالوا لك بقى، والفيلم ما فيهوش نيلي خالص لما ولا قالوا حاجه. لك، انا عارفه ان انت برضو الشغل بالنسبه لك انت ما عندكيش برضو توازنات في الشغل، الشغل شغل، انتوا عايزين تجيبوا هشام ده موضوع ما يخصنيش، انت لما قالوا لك هنجيب هشام في الدور ده قلتي ايه؟ قلت بالظبط كده، ده موضوع ما يخصنيش. ما يخصنيش، انا عارفاكي فاهمة. نيلي في العموم ملهاش علاقة بالكاستنج. بس انا بجد، انا الناس فاهمة، يمكن انا ما اعرفش، بعض ممكن تكون في ناس بتشتغل بطريقة ما. انا عمري في حياتي يعني بمثل بالي كتير قوي دخلت في مين يعمل ايه، مين خالص ما يعملش خالص. ايه، والنبي زود لي مشادين نقص لي، يعني خالص مفيش كده خالص. ما اقدرش اشتغل حقيقة. بالطريقة دي، لان انا لو هشتغل مش هشتغل مع ناس اولا ترضى ان هي تشتغل بالطريقة دي. فانا اروح الاستوديو عارفه ان مندو انا في ايد امينه، فانا خلاص ما بسالش، انا ليا دوري وليا حاجتي، اجتهد بقى في الشخصيه اللي انا بعملها. لكن طبعا ممكن اكلم مثلا دكتور مدحت اقول له انت شايف مثلا مش المشهد بتاعي، انا بتكلم بقى على سياق الدرامي، رايحين هنا ليه، طب تفتكر، طب حضرتك عامل كده ليه. احب دايما بالزبط. نتناقش، يبقى ابقى مقتنع يعني. لما شفتي هشام عاشور على في المسلسل، ما اتفرجتي على المسلسل، انتوا ما فيش بينكم مشاهد مشتركه؟ مشهد واحد بس. مشهد واحد عندنا مشهد واحد، وانا بقى اللي فيه كنت متوتره جدا. ليه كنت متوتره؟ وغلطت كتير او ما اعرفش، مش متعوده يعني انا قلقت، او انا مش عايزه اوتره. دي اول مره تمثلي قدامه يعني في المسلسل عندنا. كان اول مشهد يعني، ما لناش شغل مع بعض. بس اول مره تمثلي قدامه عموما؟ لا يعني في المسلسل. في المسلسل ده في البيت بيمثلوا على طول. فانا اتوترت بصراحه، فبقيت انا اللي متوتره، هو كان على فكره هادي جدا. عدت المشهد ده كتير ولا لا؟ لا لا خالص، ما عدناهوش، بس هي الفكره بس في لما شفتيه حكمك عليه ايه كممثله محترفه مش كزوج؟ قولي يعني. انا مالي، ما تسالنيش. ايوه انت ممثله يعني، بنقول مثلا عيد كذا، فهيم كذا، كده يعني. لا انا شايف ان هو عامل شخصيته كويس جدا يعني، وهي فعلا زي ما دكتور مدحت قال شخصيه صعبه، لان هي فيها الشخص المتعلم اللي هو بعد كده بيتحول مع باباه. هشام شاطر في اللهجات عموما يعني. الحاجه الغريبه هو بقى قبل ما نبتدي المسلسل الصعيدي، فابتديت يعني اشتغل مع مصحح اللغه، طبعا استاذ عبد النبي، عايزين تحيه خاصه طبعاً يعني. طبعا بس معانا مجهود رهيب يعني. فهو كان بيبقى موجود في البروفات وكده، فبيقول لي نيلي انت هتقدري فعلا تتكلمي صعيدي؟ مش عارف ليه انا قلقان. طب كلمي مندو. طب ذاكري، طب اعملي. قلت له مالكش دعوه بيه، قلت له انا مش بذاكر، انا الفكره بس يعني لازم ادخل في المود، يعني ليا كده طقوس معينه يعني عبثيه، بس انا بمشي وراه. فقال لي انت متاكده هتعرفي تتكلمي؟ قلت له اصبر بس عليا، اصبر. طب هو بقى كنتوا بتتكلموا في البيت صعيدي بقى مع بعض؟ هو على طول بقى، هو مديها كوميديا صعيدي على طول طول الوقت. عشان يمرن لسانه. هو دمه خفيف فبقى بيتكلم مع اي حد، يمشي في الشارع يتكلم مع صعيدي ولحد دلوقتي. طب كويس، خليه لابس الدور شويه علشان برضو التدريب. نشوف عيله ابو عصايا، استاذ كمال ابو ريا والفنان هشام عاشور.